وأحلام عظيمة. حياكم الله مشاهدينا إلى جولة خبرية مفصلة، هذه عناوينها: الكاظمي ومدبولي يرأسان اليوم الاجتماع العراقي المصري و15 مذكرة تفاهم على طاولة التوقيع. انفجار أنبوب للغاز في الخط السريع الرابط بين الديوانية والمثنى وتشكيل لجنة تحقيقية لكشف الملابسات. بعد إغلاق دام لأكثر من سنة، افتتاح جسر الجمهورية وساحة التحرير وعمليات بغداد تشيد بتعاون المتظاهرين. قبل ثلاثة أيام من انتخابات السباق نحو البيت الأبيض، بايدن وترامب يركزان على ولايات الغرب الأوسط الحاسمة. إلى تفصيلة هذه النشرة، أهلا بكم، حيث نبدأها من ملف العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والقاهرة، إذ يرأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي في بغداد اليوم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين. وكانت اللجان الفنية من كلا البلدين قد قامت على مدى الأسبوع الماضي خلال مباحثات في بغداد بالإعداد والتنسيق للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين من أجل تحقيق شراكة استراتيجية. إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيوقع مع نظيره المصري المحضر المشترك للجنة العليا بين البلدين. الوزارة أوضحت أن عدد مذكرات التفاهم يبلغ 15 مذكرة، وفي مجالات التجارة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها من المجالات، فضلا عن شؤون اجتماعية وسياسية تصب في مصلحة العراق ومصر. زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تحمل الكثير من رسائل التعاون التي تتطلبها المرحلة، لا سيما في مجال الاقتصاد. يأتي هذا بالتزامن مع وصول وفد مصري إلى بغداد لعقد مباحثات مع وفد من الحكومة العراقية تمهيدا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. استكمالا للقمة الثلاثية المنعقدة بين العراق ومصر والأردن والتي ركزت على القضايا الاقتصادية، وفد من الخبراء المصريين اجتمع في بغداد تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء المصري إلى البلاد للتباحث بشأن الاتفاقيات التي من المؤمل إبرامها. استقبلنا اليوم وفد مصري برئاسة معالي وزير التعاون الدولي، والذي سبقه وفد أيضا من الخبراء من السادة وكلاء الوزارات والفنيين المعنيين في وزارات جمهورية مصر العربية قبل يومين للتهيئة لزيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جمهورية مصر العربية يوم غدا إن شاء الله. تم التهيئة لمجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاق على اتفاقيات معينة وآفاق تعاون فني واقتصادي وتجاري وفي القطاعات الأخرى. سيكون هنالك لقاءات مكثفة اليوم على مدار هذا اليوم من النظراء من الوزارات المعنية. أكثر من 10 اتفاقية بين بغداد والقاهرة تضم مجالات عديدة يسعى الجانبان لتوقيعها، إذ هناك رغبة جادة في تحقيق إنجازات واقعية يلمسها المواطن العراقي والمصري على حد سواء. متحدث عن حوالي 12 أو 13 اتفاقية، وده رقم مهم في مجالات مختلفة. دي المرة عندنا رغبة حقيقية سواء في مصر أو في العراق بأنه ما يتم التوقيع عليه يتم تنفيذه وتفعيله
ومتابعته بشكل جدي وبصورة منتظمة ودولية، فيمكن القادم بإذن الله أفضل وحيشهد يعني إنجازات كتيرة ملموسة سيلمسها المواطن العراقي والمواطن المصري. تطور العلاقات الثنائية بين العراق ومصر بمختلف الجوانب ولا سيما السياسي والاقتصادي أهم ما ركز عليه الاجتماع المنعقد بين الجانبين للسعي إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية. ونبقى مشاهدينا في ذات الملف، حيث قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز إن المباحثات التي عقدت مع الجانب العراقي ناقشت ملفات مهمة في مقدمتها التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين. وأوضح عز خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن البلدين أكدا أهمية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في العراق. التعاون الثنائي هناك محاور متعددة له في مجال التجارة، في مجال الصناعة، في مجال الاستثمار، في الطاقة، في البترول والغاز، في مجال البنية التحتية، في مجال الإنشاءات والإسكان. هناك العديد من المشروعات المطروحة، يمكن من ضمن الأولويات اللي بنركز عليها حاليا هي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إعادة تأهيل المصانع القائمة بحيث يبقى هناك مكونات بتيجي من مصر، قيمة مضافة ومكونات من الجانب العراقي يتم التصنيع على أرض العراق، ليس فقط للسوق العراقي ولكن لتنمية الصادرات العراقية إلى دول الجوار، وبالمثل استيراد مكونات للصناعة المصرية من العراق. فاحنا بنبص على تعامل في الاتجاهين، هناك ربط كهربائي جاء الانتهاء من دراسته، هناك ربط للغاز بين الدولتين، هناك العديد من المحاور والآليات اللي تم التوافق عليها في المرحلة الحالية. من جانبه أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري أن زيارة الوفد المصري إلى العراق تأتي استكمالا لزيارة الوفد العراقي إلى مصر. وأوضح الزهيري خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن المباحثات التي جرت أمس ناقشت الملف الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من القطاعات. هذه الزيارة طبعا هي تكملة للزيارة الأولى التي قمنا بها إلى مصر في العام الماضي، ونحن على قناعة تامة بأن الخبرات المصرية والعمل مع الأشقاء المصر ولهم خبرة واسعة في مجال الصناعة، الزراعة، قطاع المقاولات، قطاع كبير، قطاع الغاز، قطاع النفط، قطاع الكهرباء. نحن طبعا لدينا مذكرات خاصة كقطاع خاص عراقي تحت غرف التجارة، غرف التجارة المصرية، ولكن هو الأهم أن نعمل نحن في قطاع خاص سوية. كانت هناك جلسات عديدة من كل القطاعات الزراعية، الصناعية، التجارية. مشاهدينا، نود أن ننوه لأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وصل إلى بغداد قبل دقائق، وذلك لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب العراقي، وأيضا لالتقاء لغرض الالتقاء برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمعية وفد مصري كبير للتوقيع على مختلف المذكرات والاتفاقيات وفي مختلف المجالات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد. مرحبا بك معنا أستاذ علاء. إذن في البداية نتحدث عن أهمية توقيع مذكرات واتفاقيات التفاهم مع الجانب المصري في هذا الوقت الذي يمر فيه العراق من الناحية الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة. بسم الله الرحمن الرحيم، أوجه التحية لكم ولكل مشاهدي قناة العراقية الكرام. إن ما يجري اليوم من حراك دولي بالنسبة للعراق من أجل الانفتاح على العالم بالدرجة الأساس وعلى المحيط الإقليمي من أجل بناء علاقات اقتصادية تسهم بتنشيط القطاعات المعطلة في العراق، خصوصا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وأيضا محاولة الخروج من الأزمة المالية وإيجاد بدائل للصادرات النفطية كون العراق يعتمد على النفط بنسبة كبيرة. الجانب المصري لديه عمق استراتيجي وشراكة تاريخية مع العراق في كل المجالات. إذا استغلت هذه الشراكة على مجال القطاعات اللي يمتلكون المصريين خبرة بها كالقطاع الصناعي طبعا، وأيضا مجال الطاقة ومجال النزاهة ومكافحة الفساد، كل هذه الأمور، وأيضا قطاع الإسكان لها أهمية كبرى للجانب العراقي. توقيع هذه الاتفاقيات سيسهم بدخول في الجانب العملي، باعتبار أن المصريين أيضا لديهم كانوا يمرون بنفس الواقع اللي مر بالعراق
على مستويات انعدام التنمية وأيضا قطاع الكهرباء وغيرها. طيب أستاذ علي، قبل أن ندخل في الجانب العملي وتوقيع هذه الاتفاقيات وآليات التنفيذ، كما تعرف هناك مذكرات كبيرة ومهمة سيوقعها العراق مع الجانب المصري تشمل الاستثمار، قطاع الإسكان، الكهرباء لغير ذلك. كيف سيتم الدفع؟ العراق يمر بأزمة مالية حادة، هل من الممكن أن يقدم مثلا النفط مقابل الاستثمار في العراق وتشغيل المعامل على سبيل المثال؟ اولا سيتم التشغيل خصوصا للمصانع المعطله وفق مبدا الشراكه وقانون، يعني يكون هناك شراكه بين الجانبين على مستوى شراكه القطاع العام مع الخاص، هذا جانب. نعم. ايضا جانب التبادل الغاز الطبيعي والنفط، باعتبار انه المصانع المصريه تستهلك النفط العراقي وتحتاج الى النفط الخام، فيكون هذا مرحله تبادل. ايضا سيكون هناك تبادل تجاري على مبدأ التبادل بالمثل أو المقايضة بعيدا، يعني هذا راح يحل الأزمة بالنسبة للبلدين، باعتبار أنه توجد هناك مشتركات بين البلدين يمكن استغلال هذه الحاجة المشتركة، خصوصا أن هناك طرف آخر هو الجانب الأردني. في ظل هذه الاتفاقيات سيكون هذا تعاون ثلاثي، باعتبار أنه التجارة بين العراق ومصر تمر عبر الأردن إذا كانت في مستوى التعامل البري، فهذا سيكون له تأثير إذا تم متابعته بالشكل الصحيح وتنفيذه. طيب. بالشكل الصحيح سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي. طيب بالحديث عن الجانب المشترك بين جميع الأطراف، ما هو الفرق بين تنفيذ المذكرات والاتفاقيات؟ هل هناك أولوية مثلا بالنسبة للاتفاقيات مثلا بدلا من المذكرات، أو بالنسبة لأن يكون هناك سلم في الأولويات في هذا الموضوع؟ نعم، المذكرة هي إطار عام. نعم. في داخل هذه المذكرات تكون هناك اتفاقيات جزئية، هذه الاتفاقيات تكون ملزمة يتم التوقيع عليها، أيضا تحتاج إلى أنه يكون هناك تصويت لمجلس النواب على هذه دخول العراق في هذه الاتفاقيات. هذه المذكرة هي ستشكل إطار عام، في داخل هذا الإطار يتم عقد اتفاقيات جزئية سواء على مستوى ربما حتى على مستوى القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص المصري بإشراف حكومي. هذا هو باب جديد للتعاون، نتأمل أن يعني ثمارة تعود بالإيجابية على الطرفين. نعم، سيتم توقيع حوالي 15 اتفاق مع الجانب المصري وبمختلف القطاعات والأبواب. هل هناك أولوية في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومتى سيتم التنفيذ على الأرض؟ هناك أولوية للقطاع الصناعي ولتشغيل المصانع المعطلة، كما ذكرت في بداية حديثي أنه العراق لديه الكثير من المصانع المعطلة يمكن استغلالها، يمتلك مواد أولية أيضا، مواد خام يمكن يعني استغلال الخبرة المصرية، أيضا في مجال ربط الطاقة الكهربائية بين البلدين باعتبار أنه مسألة الطاقة مهمة جدا لتشغيل هذه المصانع، فستكون الأولوية لملف الطاقة. طيب هل هناك آلية معينة ستتبع لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات؟ هل سيتم هناك عقد لجان مشتركة بين جميع الأطراف للإشراف على عملية التنفيذ وإلزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاقيات؟ نعم، هذه اللجان المشتركة شكلت سابقا، يعني قبل سنة عندما زار الوفد العراقي القاهرة تم وضع الخطوط العريضة لهذه الاتفاقيات، وأيضا زار الوفد لجنة المشتركة بوفد كبير قبل أيام، زار بغداد وعقد اجتماعات مع المسؤولين العراقيين ومع وزارة التخطيط من أجل تنضيج هذه الاتفاقيات، أكثر من يعني من ما يقارب 15 اتفاقيات أو مذكرة تفاهم تنضيجها بشكل كامل، وأيضا تنفيذها ومتابعة تنفيذها. يعني مسؤولية هذه اللجان المشتركة لا تقف اليوم عند توقيع هذه المذكرات، يعني لدينا يعني مشاكل سابقة توقع مذكرة التفاهم ولا يتم متابعة تنفيذها، اليوم هذه اللجان المشتركة مسؤوليتها تنفيذ الاتفاقيات ومتابعة التنفيذ وأيضا تذليل العقبات اللي تقف حائلا دون تنفيذ الاتفاقيات. نعم، أشكرك جدا الخبير الاقتصادي علاء الفهد، شكرا جزيلا لكم. انفجر صباح اليوم أنبوب غاز في الخط السريع الرابط بين الديوانية والمثنى، وقال مراسلنا إن الأنبوب يقع بالقرب من مقر الحشد الشعبي في الخط السريع الرابط بين الديوانية والمثنى، وأسفر عن إصابة عدد من منتسبي الحشد وعدد من العائلات واحتراق مقر الحشد بالكامل وانفجار الأعتدة الموجودة فيه.
فيما وجه المحافظ المثنى بتشكيل لجنة تحقيقية بملابسات انفجار أنبوب الغاز. وحول انفجار انبوب الغاز ينضم معنا مباشرة من المثنى مراسلنا علي كريم. أهلا بك علي، ضعنا في تفاصيل هذا الحادث وما هي الإحصاءات الأولية للضحايا وهل تم إخماد الحريق؟ نعم علي تفضل. نعم حقيقة في تمام فجرا حدث حريق كبير في انبوب النفط الذي ينقل الغاز من البصرة إلى المحافظات الأخرى على الطريق السريع في حدود محافظة المثنى، وحقيقة هذا الأنبوب قريب من مقر للحشد الشعبي. الانفجار تسبب بمصرع 2 من المدنيين و28 آخرون، 11 متسب منهم للحشد الشعبي، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الرميثة ومستشفى الحسين التعليمي في مركز المدينة. 4 من هؤلاء المصابين هم في حالة خطرة، أما بقية المصابين فهم حالتهم مستقرة. حقيقة محافظ المثنى وجميع الأجهزة الأمنية يعني تم تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الصدد لكشف ملابسات الانفجار الذي حدث صباح هذا اليوم، وبالتالي فرق الدفاع المدني عملت على إيقاف الضخ الغاز بالتعاون مع شركة الغاز وفرق الدفاع المدني الأخرى، لا سيما أن هناك فرقة وصلت من العاصمة بغداد للوقوف على هذا الحادث، وبالتالي تم يعني الآن ما زالت فرق الدفاع المدني تعمد على إخماد الحريق بمشاركة عدد كبير من سيارات الدفاع المدني. نعم. ومشاركة إسناد من المحافظات الأخرى. طيب. يعني الحادث نعم علي، يعني هل تم إخماد الحريق؟ حقيقة هو كما هو معلوم أن فرق الدفاع المدني لم تتمكن في بداية الأمر حتى تم إيقاف ضخ الغاز بالتعاون مع شركة الغاز، وبالتالي هناك بقايا من الغاز الموجود في هذا الأنبوب، وبالتالي لا تستطيع فرق الدفاع المدني أطفائه بالكامل، لكن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على أطفائه. وحقيقة يعني الوضع الآن بحسب الاتصال مع مدير الدفاع المدني أكد يعني الحريق يعني نوعا ما قل شيئا فشيئا، وبالتالي يعني فرق الدفاع المدني مستمرة في إطفاء الحريق، ومن المؤكد يعني سنواصلكم بمزيد من المعلومات في قادم الساعات. طيب علي، يعني هل هناك، أنت ذكرت أن تم تشكيل لجنة تحقيقية، هل هناك معلومات أولية عن أسباب وقوع هذا الحريق؟ هل هناك إجراءات ستتخذ لمنع تكرار مثل هكذا حالات؟ ما هي يعني النتائج الأولية مثلا أو أي معلومة عن أسباب الحريق وما هي الإجراءات المتبعة؟ حقيقة يعني محافظ المثنى شكل لجنة تحقيقية بمشارك كونه رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، وبالتالي هناك يعني اجتماع أمني مستمر في المحافظة بقيادة القيادات الأمنية وبقية الجهات الساندة، وبالتالي يعني في غضون الساعات القادمة أو في غضون الأيام القادمة سيتم إعلان النتائج يعني التحقيق. لكن قبل قليل يعني أجرينا لقاء مع ممثل لهيئة الحشد الشعبي في محافظة المثنى. نعم. أكد لنا أنه خلال لقائه مع مجموعة من المدنيين، هؤلاء المدنيين أبلغوا مدير هيئة الحشد الشعبي بأنهم سمعوا صوت لطائرة مسيرة في هذا الوقت، وبالتالي يعني أغلب هذه المنطقة هي منطقة مفتوحة يتعامل بها رعاة الأغنام من البدو الرحل، يعني أغلب الإصابات هي كانت نتيجة لرعاة الأغنام من البدو الرحل، إصابات محترقة، وبالتالي أيضا 11 متسب من الحشد الشعبي أيضا تعرضوا للحرق. يعني علي أنت تشير إلى أن يعني هذا الحادث هو بسبب قصف من طائرة، أو لا نستطيع أن نحدد هل هي مسيرة أم لا، باعتبار أنت ذكرت أن الذين يقتلون في هذه المنطقة هم من البدو الرحل، ويصعب تحديد صوت الطائرة إن كانت مسيرة أو غير مسيرة، بالتالي هم يلوحون إلى وجود طائرة وقصف لهذا الأنبوب. نعم
نعم، هذا ما تحدث لي خلال اللقاء الذي أجريناه مع ممثل الحشد الشعبي في محافظة المثنى. هؤلاء المدنيين تحدثوا يعني للسيد ممثل الحشد الشعبي في مدينة السماوة، والذين سمعوا صوت طائرة مسيرة، وبالتالي يعني حتى هذه اللحظة لا نعرف مصير حتى تكتمل التحقيقات بشكل كامل من قبل الجهات الأمنية بهذا الموضوع، وبالتالي سنعلمكم بالتفاصيل لاحقا إن شاء الله. زميل علي كريم من المثنى كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك. أعلنت حكومة إقليم كردستان توقف صادراتها النفطية جراء هجوم إرهابي استهدف خط الأنابيب الناقل للنفط الخام. الحكومة قالت في بيان لها إن خط الأنابيب الناقل لصادرات نفط الإقليم استهدف الأربعاء الماضي، ما تسبب بوقف تدفق الخام، مشيرة إلى أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتعريض مصالحها للتهديد بما في ذلك قوت شعب كردستان، مبينة أن التحقيقات مستمرة لكشف منفذي الهجوم. بعد إغلاق دام أكثر من عام، فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير وعمليات بغداد تشيد بتعاون المتظاهرين. قبل ثلاثة أيام من انتخابات السباق نحو البيت الأبيض، بايدن وترامب يركزان على ولايات الغرب الأوسط الحاسمة. بعد إغلاق استمر أكثر من عام نتيجة التظاهرات الشعبية، أعلنت خلية الإعلام الأمنية إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد. ذكرت الخلية في بيان أن الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية باشرت في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي، وأشارت إلى أن الحركة بدأت من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية، وما زالت الجهود الخدمية مستمرة. بدوره أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي رفع بعض الخيم من ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشددا على أن العلاقة مع المتظاهرين ممتازة ولا توجد أي خلافات معهم. وأشار المحمداوي إلى أن وجود القطاعات الأمنية جاء بناء على طلب المتظاهرين للوقوف بوجه عصابات الجريمة والمخدرات. وينضم إلينا الآن مشاهدينا عبر الهاتف قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط. مرحبا بك معنا سيادة الفريق. إذن هذا اليوم تم إعادة فتح جسر الجمهورية وأيضا طرق ساحة الطيران السعدون والرشيد، أيضا ما أهمية إعادة افتتاح هذا الجسر الحيوي وأيضا بقية الطرق والشوارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين. مباشرة الجهد الهندسي والخدمي بإشراف معالي وزير الداخلية وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة في إعادة ترتيب وتنظيم وتأهيل منطقة ساحة التحرير والمناطق المجاورة وكذلك جسر الجمهورية. من الساعات الساعة 500 صباحا ولحد الآن الجهد الهندسي والخدمي للشرطة الاتحادية مباشرة برفع الأنقاض ورفع الصبات وإعادة الحياة الطبيعية لقلب بغداد. ساحة التحرير، ساحة التحرير هذه الساحة التي لها رمزية كبيرة في نفوس العراقيين. جهدنا متواصل والآن موجود في ساحة التحرير. إن شاء الله سننهي اليوم عملية إعادة ترتيبها وتنظيمها بالتعاون مع
الجهد الهندسي للجيش العراقي وكذلك أمانة بغداد. طيب المواطنين اللي حوالي الآن يعني جدا ممنونين ومرتاحين لما قدمت إليه الشرطة الاتحادية والقطاعات الساندة لإعادة تهيئة الشوارع وإعادة افتتاح محلات. طيب سيادة الفريق، ماذا عن دور المتظاهرين في التعامل والتعاون مع القوات الأمنية في رفع الخيم وأيضا تسهيل انسيابية وحركة المواطنين وأيضا الحركة التجارية في هذه المنطقة الحيوية من بغداد؟ كان تعاون كبير ومستمر مع قائد عمليات بغداد الذي أشرف على العملية شخصيا، والآن هو موجود معي تحت التحرير. معظم أو جميع الأخوة المتظاهرين مشكورين، المتظاهرين السلميين هم من قام برفع هذه الخيام والوصول إلى آخر خيمة، والآن هم موجودين قسم من الخيام اللي تابع لهم تم رفعها بعجلات الشرطة الاتحادية أو أمانة بغداد وإيصالها إلى الأماكن التي هم طلبوا أن توصل هذه الخيام. الأمور تسير بشكل طبيعي وفرحة كبيرة لدى الشارع في بغداد. هذا ما أود أن أسألك عنه سيادة الفريق، كيف هي ردود أفعال المواطنين إزاء إعادة افتتاح طرق كانت حقيقة مغلقة منذ أكثر من عام وخاصة جسر الجمهورية، وماذا أيضا عن ردود أفعال أصحاب المحال التجارية في تلك المناطق؟ والله المحال من أصحاب المحال تجارير وقدموا الشكر والتقدير لكل الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلت من أجل إعادة افتتاح هذا المرفق الحيوي الذي هو قلب العاصمة، وكذلك المواطنين الذين الآن يتجولون بعجلاتهم من الكرخ إلى الرصافة. الفرحة كبيرة لكل العراقيين. نعم احنا مع التظاهرات السلمية، مع كل عراقي يتظاهر من أجل حق العراقيين، وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية أمنت وستأمن التظاهرات مثل ما أمننا كل المواقع الآن موجودة في الشرطة الاتحادية من البصرة إلى الزون كبري. طيب ماذا عن المطعم التركي الذي شكل علامة فارقة للمتظاهرين؟ كيف كان التعامل مع الذين كانوا موجودين داخل هذا المكان؟ طبعا هو المطعم التركي موجود الآن بقطعات الجيش العراقي، صار من مسؤولية الجيش العراقي في المطعم التركي، والآن عملية التنظيف والترتيب موجودة، وكل الساحة الآن مسكت من قبل وزارة الداخلية، والمطعم التركي من قبل الجيش العراقي فوج من الانضباط العسكري، والأمور جدا. تجولت قناتكم الموقرة في كل الأماكن، والآن هي تشرف على عملية التنظيم والترتيب داخل الساعة الثالثة. نعم، قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق ركن جعفر البطاط، شكرا جزيلا لكم على كل هذا التوضيح. بعدما أكمل ملف الدوائر الانتخابية يواجه البرلمان حزمة تحديات جديدة، أبرزها حسم قانون المحكمة الاتحادية ونصابها لدورها في شرعية الانتخابات، فضلا عن تحد آخر يتمثل بالعملية الإجرائية الخاصة بالانتخابات ومتعلقاتها اللوجستية والفنية والمالية والتي تتطلب الحسم من أجل إكمال العملية الانتخابية بنجاح. ما بعد تمرير قانون الانتخابات، البرلمان العراقي أمام تحديين آخرين أبرزهما المحكمة الاتحادية، إذ يجب حسم قانونها ونصابها على حد سواء خلال الفترة المقبلة لدورها في شرعية الانتخابات والمصادقة على نتائجها. التصديق على النتائج الانتخابية مهم، لأن ما يصيروا النواب إذا ما يتم تصديق على النتائج الانتخابية. تصديق على النتائج الانتخابية بإكمال على أعضاء مجلس النواب وبرلمان ماكو، فإذن لا يجوز، لا يمكن، من المستحيل حل مجلس النواب دون تشريع أو إكمال النصاب للمحكمة الاتحادية العليا. اعتيادي لولا الاختلاف كان قضية بسيطة، يرشح مجلس القضاء ويصدر رئيس الجمهورية مرسوم. أما التحدي الآخر فيتجلى في العملية الإجرائية من حيث تهيئة الأمور المالية والفنية واللوجستية ووضع الخطط الزمنية وإجراء الإحصاء ومطابقة الدوائر المتعددة في جميع المحافظات وتهيئة الكوادر الوسطية لإتمام العملية
الانتخابية. الدعم المادي، الدعم اللوجستي للفنيين، الفنيين يجب أن تكون هنالك دراسة خاصة وتأهيلهم لهذه المرحلة من الانتخابات، وهي نظام الدوائر المتوسطة، وهذه الدوائر المتوسطة قد تكون حديثة على مفوضية الانتخابات. حسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات نحتاج من 250 إلى 300 مليون دولار، وأرى الأمر الآن صعب في مخاض عدم وجود سيولة لتأمين الرواتب، وهناك تحديات أخرى وعدم وجود توافق حقيقي على إجراء هذه الانتخابات، كون ما زالت هناك تقاطعات سياسية لعدم إعطاء مفازة لهذه الكتلة أو تلك. حزمة تحديات ظهرت بعد إقرار قانون الانتخابات، أبرزها موضوعة المحكمة الاتحادية من حيث الطعن والمصادقة، فضلا عن الإجراءات الفنية واللوجستية والإجرائية للعملية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب جدية أكبر في حسم المسائل الحيوية. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية. تمثل المنافذ الحدودية موردا مهما للاقتصاد العراقي نظرا لأهميتها الكبيرة في مرور البضائع بين العراق ودول العالم، إلا أن هذا المورد المهم يعاني اليوم من سوء في الإدارة منذ العام 2003، ما جعل العراق يتكبد خسائر ثقيلة تصل إلى مليارات دولارات. قد تتجاوز نصف الإيرادات المتحققة أموال خارج الضوابط تذهب إلى غير طريقها عبر المنافذ الحدودية التي أشكل متخصصون على طريقة إدارتها. السوق العراقي إذا دمر فالمنفذ الحدودي هو دمره. إذا تأخرت صناعتنا وتأخرت زراعتنا فالمنفذ الحدودي هو اللي دخل بدون قيد أو شرط وبدون انضباط. هذا الواقع مع المنافذ الحدودية. تيجي أنت مستورد بكذا مليون دولار أحذية رجالية، تكتب أحذية ولادية وتدخل إعفاء جمركي، ما شلون؟ وين راحت الدولة؟ وين راحت مواردها؟ سوق شنو الإغراق مال اللي صار؟ فالعملية عملية إدارية وليس عملية عسكرية. عمليات التلاعب التي تجري على الرسوم الجمركية ونوعية المواد المستوردة تشير المعلومات إلى أنها ما تزال مستمرة في بعض المنافذ، وخيار الأتمتة يبدو أنه الحل الأمثل. مسألة المنافذ الحدودية نأكد على ضرورة تحصيل الأموال من خلال الأتمتة الإلكترونية، لأنه هاي راح تدخل بيها أمور كثيرة تحد من الفساد ومن المفسدين، وتحد من عملية تهرب من دفع الرسوم، تهرب من دفع الجمارك، لأنه عدة جهات موجودة بالمنافذ، مو بس المنافذ الحدودية، موجودة الجمارك، موجودة الضريبة، موجودة أمور كثيرة موجودة بالمنافذ. وتشير تقارير إلى أن العراق تكبد خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات بسبب سوء الإدارة والفساد في المنافذ الحدودية بعد 2003، وما زال، فيما تسعى الحكومة إلى ضبط إيقاع المنافذ من خلال تعزيزها بقوات أمنية متخصصة وموظفين ذو خبرة في إدارتها. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني خلال زيارته سد حديث على ضرورة إطلاق التخصيصات المالية لإدامة السد للنهوض بالواقع الإرهوائي في المحافظة. من جانبه، تعهد وزير التخطيط خالد بتال النجم بتوفير التخصيصات المالية لصيانة السد والمنشآت المائية. هذا السد حقيقة يجب أن يأخذ اهتمامه. معالي وزير التخطيط وجه أن يتم تأمين تخصيصات لإدامة الأعمال الضرورية لهذا السد الاستراتيجي على نهر الفرات، وبالتأكيد سوف ينعكس إيجابا على الواقع الأروائي. الكل لاحظ ضرورة الاهتمام في موضوع الواقع الأروائي في البلاد في ظل التحديات التي تواجه العراق كونه دولة مصب ويعاني الأمرين في استحصال حقوق المائية. حضورنا اليوم اطلعنا بشكل تفصيلي على ما يحتاج هذا السد من مشاريع صيانة، إن شاء الله سنعمل عليها بالتعاون والتكامل مع وزارة الموارد المائية كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن هذه الأعمال الفنية. سنعمل على توفير الأموال اللازمة لاستمرار هذه أعمال الصيانة هذه المهمة لإدامة عمل السد، كما اتفقنا أيضا مع معالي الوزير باقتراح منه أن نزور سد الموصل قريبا أيضا لإعطاء هذه المنشآت المهمة لتأمين
الخزين المائي الاستراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية ولدعم المزارعين. باشر جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بحملة تفتيشية طالت تجار المواد الغذائية والخضر والفواكه للسيطرة على أسعار المواد في السوق المحلية، فضلا عن متابعة صلاحية الاستهلاك. منذ ساعات الصباح الأولى يباشر منتسب جهاز الأمن الوطني عملهم بجولات تفتيشية تطال تجار المواد الغذائية بغية السيطرة على أسعار هذه المواد وخفضها إلى السعر المعقول بدون الإضرار بالبائع أو المستهلك، لكن المشكلة تكمن في منطقة أخرى مثل ما موجود في بيض المائدة. حاليا الواضح أن الصورة ماكو أي دعم من وزارة الزراعة أو انتباه، صحيح طالبني بحقوق بأسعار بس ما طالب لي أنا تجيب لي علف، لازم توفر لي علف وتطالبني بحقوق مثل ما طالبني بحقوق أنا طالبها بحقوق، صحيح المواطن صاحب الحق الأول. الأسعار هسه شوي شوي جاي تراجع من السبعينات 68 إلى 58 هسه معقول، يعني نقدر إحنا ناخذ من أهل الجملة بيش ناخذ 58 نقدر إحنا نبيع بالمفرد 60، المواطن يصير عليه 5000 الطبق كل زين. أسعار الخضار والفواكه أيضا تطالها مراقبة الجهاز، حيث الأسعار مناسبة في العرض لكنها تمر ببعض المراحل لتصل إلى المستهلك بسعر كبير بسبب بعض الأمور. بالنسبة للطماطم، الطماطم لك ب 400 دينار، الصندوق 10 كيلو ب 1000، هاي لها 100 دينار. الخانشية العمولة 12%، بيش راح توصل الطماطم ب 600 دينار. زين البقر هو يجي الشفاء طلع ممرودة طلع تلفها طلع كاروتة، يعني توصل بال 800 وكلها المواد نفس الحالة. يعني العمل بصمت شعار حمله جهاز الأمن الوطني والذي يعمل بشكل مستمر للحد من تداول المواد الغذائية الغير صالحة أو السيطرة على الأسعار لحماية المواطن من التلاعب بهذه المواد. محمد حسن، العراقي، الإخبارية، البصرة. تعاني الأسر النازحة في محافظة صلاح الدين من ظروف معيشية صعبة منذ أكثر من 5 سنوات لعدم توفير راتب الرعاية الاجتماعية أو أي مساعدة إنسانية. مناشدة للجهات المعنية أو مناشدة الجهات المعنية بالنظر إلى معاناتهم وإعادتهم إلى مناطق سكنهم. العشرات من العائلات النازحة بمحافظة صلاح الدين لا تزال تسكن الخيام العشوائية وهياكل المجمعات السكنية المتروكة في ظل معاناة كبيرة من ضيق الحالة المادية والأوضاع المعيشية المتردية. اليوم صارنا 5 سنوات متهجرين في هاي المنطقة بتكريت، وما يعني قاعدين على خيامنا شلون بهدلين فاين حاطنا وجهاننا منتهي برد نوبة. والله عنا ناصر خيرنا وجيبنا ونوم ما تجيبنا وشوف حالنا شنو، وأطفال برقبتي عندي 9 جهال برقبتي، والله لا راتب رعاية لا راتب شيء ينطونا وعلى العربان الخيرة تنطينا. الأسر النازحة لم تتمكن من العودة إلى منازلها المدمرة بفعل الإرهاب، مناشدة الجهات المعنية بالوقوف على احتياجاتها وانتشالها من الواقع المرير الذي تعيشه، فضلا عن العمل على إعادتهم لمناطق سكنهم. راتب لا رعاية لا مال هجروا مهجرين سويناها، ما طلعت لنا لحد الآن عندنا الذكاية وما طلعت لنا أي راتب بيها، ما عاطلين العمل لا شيء لأي شيء، راتب ما عدنا لا راتب ولا غيره ولا كل شيء عدنا، لا راتب رعاية وأطفال، والله نتحسر على كل شيء نتحسر عليه. ظروف معيشية صعبة أنهكت العشرات من العوائل المهجرة في تكريت، ما يتطلب من الجهات المعنية إنهاء معاناتهم والإسراع بإعادتهم لمناطق سكنهم. عمر العزاوي، العراقية، الإخبارية، صلاح الدين. في خطوة لرد الجميل، بادر صندوق إسكان عائلات شهداء الحشد الشعبي في محافظة كربلاء المقدسة بتوفير سكن لأسرة الشهيد المقاتل أحمد الموسوي.
ما زالت مبادرات صندوق إسكان أسر شهداء الحشد الشعبي المستقل مستمرة ببناء الدور السكنية، إذ بلغ عددها 220 دارا لإيواء أسر الشهداء الذين لبوا نداء المرجعية لتحرير الأراضي العراقية من سيطرة داعش الإرهابي. صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي لا ينتمي إلى جهة سياسية أو حزبية أو فصيل عسكري، بل هم أبناء العراق، أبناء السيد علي السيستاني. أخذنا على عاتقنا الرد الجميل لعوائل شهداء الحشد الشعبي. قطعة الأرض هي اللي مستلمها عائلة الشهيد، وساهمت عائلة الشهيد بمبلغ 17 مليون دينار، والمتبقى على صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي كلفة الدار 70 مليون دينار. هذه الدار تتكون من استقبال زائد مطبخ زائد صالة زائد غرفتين نوم. وعلى الرغم من أن الشهيد أحمد الموسوي لا يملك شبرا في العراق ويسكن العشوائيات، إلا أنه استجاب لنداء المرجعية والتحق بسوح الجهاد لينال شرف الشهادة، تاركا خلفه 4 أطفال وأمهم دون معيل. استشهد ببيجي وخلف وراء مرأة و4 أطفال، وكان يسكن بالأطفال هسه يسكنون بالعشوائيات، وفضل صندوق الحشد الشعبي صندوق عوائل الشهداء بنوا له هاي الدار. احنا اليوم فخورين بابويا شهيد، كنا ساكنين بالجزاوي، احنا فخورين به كلش كلش، فرحانين بهذا البيت كلش. شكرا لكم، ان شاء الله تطلعون سلام، وان شاء الله ما يجيكم شيء. بعد تضحية أبيهم في سبيل الوطن، ها هم أبناء الشهيد أحمد الموسوي يحصلون على وطنهم الثاني بعدما كانوا يسكنون العشوائيات والتجاوز لبدء حياة جديدة. من كربلاء المقدسة، حسن المحنة، العراقية الإخبارية. في الشأن الدولي، وقبل 3 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتجه تركيز المتنافسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى ولايات الغرب الأوسط الحاسمة في نتيجة السباق نحو البيت الأبيض.